أنه بعد أحداث الإجرامية 16 ماي وقع ما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الآن نحن في مرحلة اللي هي مرحلة من جهة حماية المواطنين وممتلكاتهم والأمن العام من خلال سياسة الحزم الأمني المؤطرة بالقانون التي لا يمكن أن تنفك عن ضمانات المحاكمة العادلة من جهة، لكن هناك سياسة يرعاها جلالة الملك. هذه السياسة تروم إنصاف الأشخاص الذين ينبغي أن ينصفوا من جهة، ومن جهة أيضا العفو عن الأشخاص الذين يثبتون بالملموس سواء من خلال مواقفهم أو سيرتهم أو كافة المعطيات المرتبطة بهم أنهم صححوا مسارهم وأنهم راجعوا أنفسهم وأنهم إذا ما أنعم عليهم جلالة الملك بعفوه الكريم فإنهم سيندمجون في المجتمع وسيكونون مواطنين صالحين. إذن في هذا الإطار تجي هذا العفو الذي أنعم جلالة الملك به على الشيوخ الثلاثة الذين ينسبون إلى ما يسمى بالسلف الجهادية من جهة، ومن جهة أخرى كان هناك التفاتة كريمة لحزب اليسار الشرك الموحد من خلال العفو عن أحد المناضلين بمدينة أبو عرفة هو ومن معه. إذن هي سياسة ملكية من جهة، ومن جهة أخرى هناك مقترحات تلقاها جلالته من وزارة العدل والحريات التي أتشرف بأن أكون المسؤول عنها من أجل أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وإن شاء الله تعالى نرجو أن يكون المستقبل حافلا بكثير من القرارات الشجاعة مثل هذا القرار المتخذ بشأن المواطنين المذكورين آنفا.